تدين وزاره الخارجيه بشده اقرار الكنيسه الاسرائيلي لما يسمى بقانون الدوله القوميه للشعب اليهودي الذي يتجاهل الحقوق التاريخيه للشعب الفلسطيني ويعد تكريسا للعنصريه وخرقا واضحا للقانون الدولي والاعراف والمواثيق الدوليه وتؤكد وزاره الخارجيه على ان هذا القانون يمثل تهديدا خطيرا وعقبه كبيره امام جهود احلال السلام وفق حل الدولتين وعلى اساس قرارات الشرعيه الدوليه ذات الصله ومبادره السلام العربيه وتشدد الوزاره على ضروره تحرك المجتمع الدولي بصوره عاجله وفاعله وتحمل مسؤولياته للتصدي لهذا القانون وتداعياته الخطيره على عمليه السلام وحمايه حق اللاجئين الفلسطينيين في العوده